خرج الآلاف من أهالي شمال سوريا في مدينة القامش لتظاهرة منددة بالعدوان التركي على سوريا والجرائم اللا إنسانية التي ترتكب بحق المدنيين بشكل شبه يومي وسط صمت دولي. نحن كمدنيين عم نطلع مسيرات يوميا تنديدا بالاحتلال التركي، تنديدا بالمجازر يلي عم يرتكبها الاحتلال التركي. عم نلاحظ هون في صمت قوي جدا، وهالصمت بيقتلنا بصراحة، بيقتل المدنيين السوريين يلي عم نقتل بمجازر من قبل الاحتلال التركي. سوريا كلها بتتعرض لهجمات يعني وحشية، مو هجمات إنسانية، والعالم كله ساكت على هالهجمات وعلى قتل الأطفال، بالأخص قتل الأطفال، يعني ما بتنعد ولا تحصى قتل الأطفال. المتظاهرون أكدوا بأن الهجمات التركية تهدف إلى إبادة جميع مكونات المنطقة واحتلال الأراضي السورية وتحاول إحياء العهد العثماني. مجازر بحق الأطفال والمدنيين لهذه المنطقة الجغرافية التي حوت جميع الطوائف والمكونات على هذه الجغرافيا، ومشروع الديمقراطي أردوغان ينشأ أرهام جديد في المنطقة لكي إطالة عمره في السياسة التركية. وارتكب الجيش التركي في المدن السورية التي احتلها جرائم بشعة، حيث نهب المحلات وسرق المنازل وقتل المئات من المدنيين واختطف العشرات. ولم يكتفي إردوغان بالسيطرة على المدن، بل استباح الدم السوري وانتهك حرمة الجوار. ناز سيد، قناة الغد، القامشلي.